هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا يعرف أي قبر لأي نبي ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ما يقال من أنه في المسجد الأقصى يوجد قبر النبي سليمان عليه الصلاة والسلام؟ من قاله؟ من قال قبر سليمان في المسجد النبوي في المسجد الأقصى؟ ما ثبت هذا ولا. نعم.